يا اهلا بيكم مع الطبيب. احساس مش حلو لما انت تكون واقف هنا مثلا وانا اشوفك واقف الناحية التانية او اشوفك اتنين، يعني بصراحة احساس مش حلو خالص. ليه انا بضحك؟ عشان احنا يعني دايما بنشوف موضوع الحول ده بصورة مضحكة، فانا ببتسم اهو على اساس ان احنا شفناه قبل كده. بقى دايما يعني اذا كان في مسلسل او الافلام العربية القديمة اي حد عنده حول او بيجيبوا اي حد مثلا عنده عين وعين مختلفين بيجيبوه بصورة كوميدية شوية، ولكن النهاردة انا عايزة ابطل بقى الضحكة دي واسكت شوية واقول الموضوع مش مضحك زي ما احنا متخيلين. هو الموضوع مش كويس، الموضوع في وجع نفسي قوي جدا، الموضوع في يعني في الرؤية بتبقى بتضايق جدا، يعني بشوف واحد اتنين او اشوف او ما اشوفش حاجة في مكانها، او اذا كنت انا ماشي في طريق لازم حد يبقى ماسك ايدي وماشي بيا، ما ينفعش اتحرك لوحدي، خصوصا لو كان طفل بقى في الدراسة ان هو يشوف الكتاب او يقرأ ايه اللي بيحصل او يتفرج على المدرس وهو بيشرح، حاجات كتير قوي تضايق. فيا جماعة لو سمحتم اي حد في بيته او في اسرته في حاله حول ما يستهزأش بيها او ما ياخدش الموضوع كوميدي، لا الموضوع مش سهل. طيب عشان نبسط بقى الموضوع وفعلا الموضوع بقى يكون في ابتسامه وفي تفاؤل، لازم النهارده نركز في كل كلمه هتتقال من ضيف فقرتنا المتميز، وعايز اقول عليه قامه وقيمه كبيره جدا لمصر وبره مصر، استاذ دكتور احمد المعتصم، استاذ طب وجراحه العيون بكليه الطب جامعه عين شمس، استشاري جراحات العيون والليزر بدبي والعراق والسعوديه ومصر والمغرب. اهلا بيك يا دكتور. ازيك؟ كم مره شفت يعني افلام ويعني اجزاء كتيره قوي كده ومشاهد فيها الحول بصوره كوميديه، هل احنا فعلا نبص له بالصوره دي؟ هو احنا شعب بطبعنا يعني فكاهي يعني، تمام. بس هو لما تيجي في طفل صغير بتبقى بايخه يعني، ما يكون طفل صدقني، ولو حد كبير بتبقى يعني على الاقل الطفل الصغير يعني اخره هيبقى شويه ما بيتحركش، لكن الكبير بيبقى عايز يروح يشتغل، عايز يروح يخرج مع اصحابه. طبعا طبعا. في كليه مثلا جالي بصورتين، هقولها مره في رجاله ومره في سيدات كبار السن. فعلا هو الحول دايما بيكون في الاطفال، لكن حتى في كبار السن حضرتك قلتي جمله مهمه جدا. فجالي واحد قال لي رحت اشتغل مرضوش يقبلوني. قالوا انت واجهت المكان عايزك في ريسبشن مثلا وعينك بالمنظر ده، فرفضوه. فكانت مؤثره جدا على نفسه، وكان مطنش الاول وكان متعايش معاها زي ما نقول يعني. لما جت على ان هو لقمه العيش بتاعته انه محتاج يشتغل ومش عارف، فساعتها جالي عشان اتصرف. كان متعايش عشان خاطر خلاص الرؤيه كان اخد عليها، ولا التعود. هو كان فاكر ان ملهاش علاج او عمليه؟ ده سؤال جميل طبعا. في ناس بيفتكر فعلا الحول مع الكبر ملوش علاج، يعني خلاص انا حوليت وانا حتى لو عملت العمليه ممكن يحصل لي فيه ازدواجيه في الرؤيه، لا مش هعملها هتعايش كده وخلاص. فيجي لنا هذا المريض نفاجئ بعد شويه ان هو لا، جه بقى ساعه الجد ودخل المعترك الحياه والشغل مش عارف يشتغل. فساعتها بكون كسرت نفس جامده مش حلوه. والبنات طبعا انت يعني بتاخد، بص والله العظيم خدتها على لساني، البنات بقى يعني ممكن تبقى تلكيكه الجواز، ما مع ان كله متاخر في الجواز. دي كلمه كنت اقولها وانا زعلان بس هي ما انا هقولها. اوعي لو عندك النقطه دي تكون، لان البنات زي القمر قاعده مش متجوزه، وبنات طبعا يعني بقى في تاخر بتجي لنا في الزواج بالذات من الريف. يعني بتيجي ام تقول لي يا دكتور احنا مش عارفين نجوز البنت، الكلمه تبقى قاسيه جدا بسمعها طبعا. لكن من حيث تدخلوا بسرعه تقول لي الحق عمليه الحق عشان نجوزها، يعني من الاخر كده يعني. يعني هي جايه بس عشان تجوزها. ودي حاجه على فكره اصلا عشان بيتجوزوا بدري في الريف والقرايب ليهم طريقه معينه، فيقول لك فيبقى في تقول لك يعني البنت سوري في كلمه فيها عيب او كده، مش حاجه لطيفه يعني. فلا الحول زي ما هو مشكله للصغيرين هو مشكله للكبار. طيب نبتدي بقى نتكلم في نقطة نقطة. أولا أنا بحييك إن حضرتك بتتقبل إن إحنا نتكلم كتير في الحول، لأن هي بتطلب كتير جدا طبعا. لأن ناس كتير قوي ما كانتش عارفة إن في عمليات للحول، أو إن إحنا الحول ده ممكن يتعالج بصورة بسيطة جدا وما تعتبرش يعني اللي هو بقى عملية ووقت كبير وحاجة لا بخمة. الحول بقت عملية سهلة، والحول بقت عملية بسيطة، والحول ما استغرقش في ايدينا يعني اكتر من 10 دقايق للعين تقريبا، تمام. وانا ما ينفعش يكون عندي طفل صغير داخل مدرسته ويبتدي مدرسة عنده 4 5 سنين واقبل انه يروح المدرسة وعنده حول، ده غير مقبول بالمرة، ودي مسؤولية الاهل والاسرة المدرسة. طفل صغير عنده حول نفحص بسرعه. النظر دايما برضو بقول حاجه مهمه للاهل، لازم تفحص قوه الابصار لابنك في اول 4 5 سنين من عمره ولو مره
ولو مره واحده بس. ليه؟ لان ممكن الولد يكون عنده عين كسلانه، الولد يكون عنده طول نظر شديد، الولد يكون عنده قصر نظر شديد. ما تطنش ما تطنش، ما تلاقيش ابنك مثلا عشان يتفرج على التلفزيون بيقرب قوي قوي قوي، تمام، او ابنك ابتدى يشتغل في الفصل ابتدى يكتب حرف الالف او الباء، اكيد فجاه يقول لك جالي صداع. لا، هو عنده صداع بجد، او يقول لك عندي وجع، ده عنده مشكله. ما تطنشهاش. طول النظر، طول النظر. الولد مع شويه شغل على الكراسه يكتب حرف الالف كذا مره، فجاه بيجي له ازدواجيه ويجي له صداع. فما تطنش الحكايه دي. الولد اللي بيقرب من التلفزيون في البيت قوي عشان يشوف كويس، ده عنده قصه نظر انت مش واخد بالك. وبعدين بص على نفسك وعلى مامته، ما انتوا الاثنين عندكم مشكله، يعني غير ان ده يكون فيه العامل الوراثي كبير. فلما يكون حد عنده قصر نظر اصلا، او الام عندها طول نظر او حاجه من مشاكل الابصار، من فضلك افحص ابنك، 90% عنده نفس المشكله. فاذا الفحص المبكر، تمام، الفحص الدوري هينقذنا مشاكل بعد شويه. ما ينفعش يكون عنده طول نظر واستنى لغايه ما فجاه الولد احول. ايه ده ولد احول ليه؟ ما هو في طول نظر، في مشكله. يعني قصدي حضرتك هي المعلومه دي انا بحكي عليها مهمه جدا جدا، وانا حابه ان انا اكدها اكتر. ان لو مثلا زوج وزوجه الاثنين عارفين ان هم عندهم مشاكل، مش لازم تبقى حول، او ايهما اي مشاكل، أو أيهما ضعف نظر، مش عارفه ايه، لازم لو في بيبي يفضلوا يتابعوا. طبعا عينيه هتوصل لفين؟ لان وارد ان هو هو مش وارد، هو اكيد 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 اكيد. حبيت اسهلها بس خلاص، لانه في يعني. لا، في عامل وراثي كبير، عامل وراثي موجود. القصه نظر كل واحد جايبه من باباه، من مامته، من عمه، من خاله، جده، جدته. وممكن متوجد. ما يبقاش حول ويبقى حول زي الشاشه اللي على الشاشه دلوقتي معانا. ده بقى اللي هو الحول، اللي هو اللي بنسميه الحول الخلقي. ده طفل عنده سنه سنتين، الولد ده من مامته تيجي تقول لك يا دكتور من اول ما اتولد 6 شهور عنده حول. ده حول خلقي، يبقى مشكله مش طول نظر ولا قصر، مشكله في عضلات العين. هذا لا يمنع ان الولد ده ما بيجي لي لازم احط له قطرات توسيع، ولازم اشوف قوه الابصار، واشوف الكمبيوتر مطلع مقاس نضاره ولا لا. 90% مش هيبقى عنده مشكله في النظر، مشكلته في عضلات العين. ساعتها بنرخيها، يدينا المنظر لتحت، عينه بقت ممتازه الحمد لله، بعمليه بسيطه زي القمر. ودي صوره اللي انا بحبها جدا. بس ليه دايما وسالتها بس هسالها تاني؟ النضاره. النضاره الولد ده بقى ده حالته مختلفه. ده الولد عنده حول، برضه فحصنا فوجئنا ان طلع نضاره زائد 5 درجات. زائد طبعا 5 درجات. لبس نضاره، لا الا الحول راح، يبقى انا ممنوع المسه ولا اعمل اي عمليات خلاص. يعني الام ما تجريش، ممنوع. وهقولها لك. طب بتقول لك اصل النضاره بتقع منه، تعمل له 4-5 نضارات مش مهم، تقع ويكسرها. بس ما تجيش ناحيه عينه. ممنوع. ممنوع. لما يكبر، لما يكبر. لو الحول استمر ساعتها، ما هو طول ما في طول نظر، طول ما في حول، وطول ما النضاره بتضيع للحول، يبقى ساعتها ما يوصل 18 20 سنه هقدر اشيل له النضاره بعمليات المختلفه. اوكي. وساعتها الحول هيروح. لكن عكس ما ينفعش ان انا مريض عنده طول نظر اقول لا انا هعمل لك وانت صغير العمليه عشان نخلص من النضاره ونضيع الحول. ما ينفعش. ليه؟ مفيش حاجه اسمها كده. لان النظر بيتغير. لو انا عملت النهارده 4 درجات، طب بعد سنتين بقى في 6 درجات، درجتين هنرجع اعمل عمليه ثانيه، مش هينفع. صح. معانا صوره من الصور اللي انا بحب تكون معانا على الشاشه بصراحه. ده حول وحشي، العين مرميه لبره. ده ممكن يكون قصر نظر او تكون العضلات الخارجيه شاده، بنرخيها ولا بيرجع ممتاز. ده عمليه تاخدش يا جماعه 5 دقايق. قد ايه ممكن الصوره اللي فوق قبل ما تعمل العمليه انا ذات نفسي اتضايقت لها؟ طبعا. لو طبعًا. انا الشخص ده والله طبعًا. العظيم طبعًا. هبقى يعني اولا التنمر ما بقاش من الاطفال، ده الكبار. لا، بيتريقوا على بعض. المشكله الثانيه ان الام تقول لك ايه؟ انا لاحظت ابني جاله حول يا دكتور. وبعدين لا، ما انا طنشت بقى، قلت العين بردتك كويسه خلاص. لا يا ماما، ما العين حولت ورجعت، يبقى في مشكله. يا اما في عضلات العين، يا اما مشكله في قوه الابصار. ما تطنشيش. اول ما تشوف ابنك عينيه واحده منهم اتحركت حركه غير طبيعيه، ارجوك خدوا جري وهاتوا لنا العين دي. طيب ده برضو الحول الداخلي الشديد، وغالبا ده عنده العين دي فيها كسل شويه. ليه؟ لان عين واحده بس اللي محوله. برضو بالعمليه عدلناها بمنتهى البساطه. العمليه بقى عايزين معانا صور تاني يا مخرجنا يا استاذ سعيد، معانا صور تاني عشان انا بقى صوره هي كمان. خلينا نشوف الصور الاول بقى كده، نتكلم على العمليه. الحول الداخلي ومش لابس نظاره، يبقى الولد ده كان مشكلته في عضلات العين فقط. عملنا العمليه، العين اتصلحت، خلصنا المشكله خلاص. يعني الموضوع بيبقى عضله عين، لا اما شاده لبره او شاده لجوه، او ده مدخله شاده لجوه العين فمدخله العين جوه. مظبوط. طب الموضوع سهل اهو، بسيط جدا جدا. كل جداً. الاطفال دي او كل يعني معانا صور ناس كتير قوي، بس خلينا بقى نتكلم في العمليه. انا خلينا نقول اول يعني هايلايت حته مهمه جدا. لو النضاره بتعالج الحول، ما تلمس هذا المريض، انتهى. خلاص، النضاره عامله الشغلانه بتاعتي، انا هعمل عمليه ملهاش اي لازمه خالص. كويس. بس ده لو صغير. لو صغير تمام. لكن لو كبير، لو كبير غالبا بيكون العضلات شدت، يبقى لازم ارخي العضله في نفس الوقت. وهو عايز يعملها، مش عايز يلبس نضاره، او ممكن ساعتها بقى نفكر ازاي نعمل له تصحيح ابصار. وفي نفس الوقت يعني ممكن يجي لي مريض، سؤال جميل، بيجي مريض ازاي؟ هو عنده مثلا حول
وعنده طول او قصر نظر. حلو. فيقول لي نعمل ايه؟ اقول له اول حاجه هنعالج النظر. ماشي. هنعمل حلو. عمليه تصحيح الابصار سواء كان بزراعه العدسات سواء كان بالليزر، ونشوف بعد العمليه هل في ما زال في حول. لا لو في حول يبقى محتاج عمليه حول. يعني لو جيت لك ممكن تقول لي انا مش هعمل لك عمليه حول. انا هشوف الاول يا ميري ممكن يكون نظري النظر هو السبب. مظبوط. نظرك هو ضعيف قوي فمخلي العين مش متزنه مع بعض. تمام. حلو. تمام. كده تمام. اتظبطت بعدها بديله فرصه شهر. نعمل الليزر الاول تصحيح النظر. أوكي. النظر بتاعي يوصل بصوره كويسه. اشوف بعد شهر والله بعد شهر ما زال في حول اعرف ان في جزء من العضلات هو اللي شارد ساعتها مطالين رخيبه. انا بس عايز اقول حاجه. ما حدش يفتكر اصل الدكتور عايز يعمل لنا عمليتين. اصل دي في ناس بتفهم غلط تماما. لان انت برضو لو روحتي تعملي عمليه الحول وعندك ضعف نظر ما هو برضو هيصحح الابصار برضو. والعكس صحيح. والعكس صحيح. يعني ممكن المريض هو خلاص عمل عمليه قال ايه جاي بعد اسبوع 10 ايام مفيش مشكله يعني خلاص. يعني لو نظرك اتظبط والحول يعني رجعت عينيكي سليمه مش هتحتاجي لعمليه الحول. بالظبط كده. بالظبط كده. ولكن لو عملت الحول وفي ضعف نظر هبقى انا معرضه لايه؟ ما هحاول ارجع تاني. بس ده اللي انا يعني عايزه ااكد عليه. اوكي. طيب مين ما يعني مين اقدر اقول له ان ما تخافش من عمليه الحول؟ لان في ناس كتير لا اصل عمليه الحول بترجع تاني. الكلمه دي بتضايقني بطريقه. لان ممكن ام او ممكن شاب او ممكن بنوته بسبب الكلمه دي، وكلمه للاسف جايه من ناس الله اعلم ممكن تكون عملية عند دكتور مش شاطر. كان زمان لسه العمليات دي ما خدتش حقها في النجاح ده. فبيوقفوا العمليه ويفضلوا سايبين العمليه. احنا هنقول ارقام. ماشي. يعني زي مثلا بقول الليزك نسبه نجاحه 99%، المايه البيضاء نسبه نجاحها 98%، الحول نسبه نجاحه 90%. انت كروتنا ليه؟ وهنقول تاني نعيد تاني حتى تاني. دي حاجات مهمه جدا. نسبه نجاح عمليه الليزر من 98 ل 99%. الحمد لله. يعني من كل 100 مريض مفيش تاثير على العين بعد كده خالص. سنين الناس عاملاها بقى لها سنين بطريقه صح. اوكي. طبعا احنا خلينا المايه البيضاء بنتكلم من 95 ل 98%. يعني ما شاء الله برضو. الحول 90%. الحول 90%. يعني 10% ممكن احتاج ازود ليزر تاني شويه او ازود عمليه حول زياده. لكن 90% طبعا، وده رقم بالنسبه لنا امتياز. طبعا. A بلس. طبعا. العمليه سهله. لكن لان دي عضلات العين، وعضلات العين ليها مفعول ممكن تكون استجابتها من واحد لواحد مختلفه. انا في بعض الحالات اقول لاهله انا اعتقد يمكن نحتاج نعمل عمليه تانية في خلال 6 شهور لسنه. لكن الغالبيه ايه؟ لا. لا. غالبيه هي مره واحده وخلصنا. لكن في 10% قد احتاج. جبنا صوره تانية. ده بقى نفس يعني ده الحول الوحشي اللي هو الخارجي بالظبط. جبنا بقى حد يعني كبير في السن. عشان نعرف ان الموضوع بيبقى هو دي برضو عضله شده. ما دي بقى مشكله تانية كبير السن. ليه بقى؟ ما هو حول في كبير السن قد يكون حصل فيه اهمال ودخلنا في حاجه اسمها كسل العين. كسل العين. وكسل العين خلينا نفهم ان العين عباره عن كاميرات بتاخد صور توديها للمخ. المخ متوقع صوره كويسه من كل عين. حلو. لو جت عين من العينتين بعتت له صوره مش واضحه المخ يهملها، تري العين تحول تتحرك لبره او لجوه، ده اللي بنسميه اللي هو حول بسبب ايه؟ كسل العين. ساعتها العين دي بقت كسوله ونظر فيها ضعيف، مشكله هو ده اللي غالبا بيرجع فيه الحول تاني. يعني لان عنده سبب عنده مشكله. اغلبيه الناس الكبيره بالزبط. لو انا صححت الابصار ما المفروض كان من الاول صلح الابصار وهو صغير. طب لا طب خلاص حصل اللي حصل بقى، انا دلوقتي مره كسولة. واحده حصلت كسل ساعتها العين. بنعمل عمليه الحول وساعتها بيبقى في نسبه فعلا ترجع فيها لان ما زالت العين فيها كسل عين. لكن ما بترجعش زي الاول، فانا حتى بوصفها مريض بطريقه كويسه. وحاجة جاي لي مثلا العين مرميه لدرجه مثلا 100%. أوكي. انا ارجعها كويس اما تطلع حته صغيره مش زي الاول. مش هتبقى باينه. بالظبط اللي هو كده. يعني بالزبط. انا لازم ادقق قوي معاك احسن ما اكون العين مرميه بصوره وحشه. بتبقى هي كده. فعلا يطلق عليها فعلا الحول الوحشي لان بالزبط. هي بتخوف اللي قدامها شكلها مش حلو. مظبوط. ولما بترجع شكلها حلو او انني في نفس المكان فرق طبعا كبير. شكل تاني خالص. فرق كبير. انا بشكرك جدا يا دكتور على المعلومات المهمه قوي دي، وعايزاك توعدنا ان يعني اي حاجه جديده زي العمليه اللي حضرتك عملتها في مصر اللي هي العدسه الجديده، زراعه العدسه الجديده، واي حاجه جديده تكون حصري لبرنامج الطبيب. ده هدفنا في يعني قناه المحور وبرنامج الطبيب، ان كل ما هو حديث في طب جراحه عيون نكون معاك ان شاء الله يا ميري. انا بشكرك وبشكر وجودك معانا. بنشكر استاذ دكتور احمد المعتصم استاذ طب جراحه العيون بكليه الطب جامعه عين شمس، استشاري جراحات العيون والليزر بدبي والعراق والسعوديه ومصر والمغرب. وانا كمان بشكركم. خليكم معانا فاصل وارجع لكم بسرعه.